بالنسبة لعمليات السمنة دلوقتي في فرايتي كبير من عمليات السمنة، أو يعني اختلاف عدد كبير من عمليات السمنة. أهم هذه العمليات وأشهرها على الإطلاق عملية تكميم المعدة أو عملية تصغير المعدة، ثم عملية تحويل مسار المعدة، ثم عملية حزام المعدة، وفي بعض العمليات الأخرى الأقل انتشاراً. بس دول يعتبروا التلات عمليات الرئيسية اللي بيجرى تقريبا 95% من العمليات من خلال التلاتة دول. مفيش عملية أحسن من عملية، في العملية المناسبة لكل واحد، بمعنى إن كل مريض على حسب سنه ووزنه والأمراض المصاحبة دي ونظامه في الأكل بيبقى له عملية مناسبة بالنسبة له. الأكثر شيوعا أو الأكثر انتشارا هو عملية تكميم المعدة. تكميم جاي من كلمة كم، كم زي كم القميص أو كم البدلة، معناه إن قطعة من القماش بتبقى صغيرة جدا على قد مقاس الإيد مثلا. فده نفس القصة بالظبط بالنسبة للمعدة، إحنا بنصغر المعدة بحيث إن هي تبقى عاملة زي التيوب أو زي الأنبوب أو زي الكم بالظبط. عشان كده تم تسميتها سليف جاستريكتو بالانجليزي او تكميم المعده بالعربي. هي ببساطه شديده تصغير لحجم المعده، بنشيل تقريبا 3 ارباع المعده واللي بيفضل الربع. احنا ربنا خلينا كلنا بنحس بالشبع لما المعده تتملي بالاكل، وساعتها بنوقف اكل لان خلاص امتلاء المعده ده بيدينا احساس بالشبع الكامل. درجه الشبع دي بتختلف، لو حد معدته كبيرة أو حد معدته كاملة ليها درجة معينة. بعد العملية إحنا بنقلل السعة بتاعة المعدة، وبالتالي الإنسان بيشبع بعد كمية صغيرة جدا من الأكل، وبالتالي يبتدي ينزل في الوزن.